الوقوف على حادثة الاختطاف. ينضم إلينا عبر الهاتف من العمارة تشاسب حطاب، والد المحامي المختطف علي تشاسب حطاب. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا فيك. هل وردتكم أي معلومات عن المحامي المختطف علي تشاسب منذ اختطافه في تشرين الأول الماضي؟ والله هو الخطف يوم 8/10. نعم. ولحد هذا اليوم ماكو أي معلومة أو أي خبر وصلنا. بالنسبة للمكان اللي انخطف به، مكان كله يعني موجود به كاميرات، ومكان قريب الى مقر هيئه الحشد الشعبي في محافظه ميسان، في قلب محافظه ميسان. يعني حبذا لو تعطينا تفاصيل لعمليه الاختطاف التي تعرض لها المحامي علي تشاسب، اين هو المكان بالضبط واي تفاصيل لديكم؟ بالنسبه لعلي تشاسب، قبل التفاصيل، علي تشاسب هو احد المشاركين في التظاهره يوم 1/10. نعم. وكان عضو في لجنة الدفاع عن المعتقلين بعد الانتفاضة. نعم. وكان يعني فعال في التواصل الاجتماعي من خلال النشر في الفيسبوك وتويتر. نعم. فظاهر هذا الشيء يزعج بعض المجاميع المسلحة اللي موجودة في محافظة ميسان. فنصبونا كمين من خلال اتصال، وانقل القبض عليه واخذوه الى مكان مسلح، وموجود المقطع مال عمليه الخطف. اتصال من قبل من؟ اتصال على يعني استدرجوه باتصال. نعم نعم. وذهب الى هذا المكان؟ ولحد الان ما نعرف، اخذوا سيارات طاول، لحد الان ما نعرف مصيره ولا نعرف عنه اي شيء. بالنسبه الى الدعوه احنا في محافظه مسيطر عليها من قبل الميليشيات. محافظه اليوم بها يعني لغه الكاتم، لغه الاغتيالات، لغه الدم. سيد تشاسب، ولكن هي محافظة صارت قديم الميليشيا. نعم. ولهذا أنتم اتهمتم ميليشيا الحشد باختطاف ابنكم علي؟ يعني هل كان هناك تهديد مباشر من قبل ميليشيا الحشد قبل اختطافه، أو أي تهديد آخر تلقاه؟ لا، احنا من خلال التحقيق تبين ان هاي الجهه اللي خطفت ابني هي جهه مسلحه تابعه الى هيئه الحشد الشعبي. هذا الفصيل اللي خطف ابني هو فصيل تابع للحشد الشعبي، ومدعوم من الحشد الشعبي، ومدعوم من الدوله، وياخذ رواتب من الدوله واسلحته من الدوله. كيف كانت استجابة القوات الأمنية مع عملية الاختطاف وصيرورة التحقيق؟ أين وصل هذا التحقيق بعد مرور 80 يوما على اختطافه؟ هي الفترة من يوم 1/10 تقريبا أكثر من 90 يوم مضى على اختطافه. تقريبا هو يعني حالة خطف، ورغم وجود التقنية اللي موجودة عند الدولة وعند الأمن الوطني، بإمكانهم يعني لو قضية يعني بسيطة أو قضية ما فيها تدخلات حزبية كانوا يطلعونها ويوصلون لها ثاني يوم. لكن القضية الآن هي بها، وأنا أعذرهم، أعذر القضاء وأعذر الأجهزة الأمنية، لأنه اليوم الميليشيات فوق السلطة، اليوم الميليشيات هي أقوى من السلطة ومسيطرة على محافظة ميسان أو باقي المحافظات. قاعد نشوف الاغتيالات قدام الدولة أو قريب على مقرات القيادات الشرطة ويم السيطرات، قاعد يختطفون ويقتلون ويأسرون. سيد تشاسب، هل تواصلتم مع المنظمات الحقوقية لمتابعة قضية الاختطاف هذه، أو على الأقل معرفة مكان تواجد علي؟ والله تواصلنا ويانا حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. نعم. ونقابة محامين الإنسان
ما قصروا، ولكن هو هذا كله يعني اعلام، يعني ما شفنا بشيء. انا اليوم اناشد من خلال شاشتكم وشاشه الرافدين، اناشد المجتمع الدولي، مو اناشد بس على ابني، اناشد على كل الناس، على كل العراق، اناشد اقول ما لنا لا حول ولا قوه. هذا الشعب مظلوم، هذا الشعب مقيود، هذا الشعب يخص بالقتل والكواتل واحد واحد. نعم، نريد تدخل دولي لانقاذ هذا الشعب. نجلكم المحامي علي جاسب المختطف، متزوج ولديه اطفال، كيف تبدو حاله العائله بعد حادثه اختطافه؟ والله تعرفين عنده اثنين اطفال، عنده واحد من اطفاله اللي صار قبل ما ينخطف بيوم انولد، وعنده بنيه عمرها سنتين. نعم. والحاله ينسى لها، احنا عائله وهو بس هو عندنا موجود، هو يعني هو المعين مالي بالبيت. فحاله يرسى لها، احنا هسه كل شيء ما نريد، نريد سلامته ونريد عاودته، كل شيء ما نريد. يعني هذول ناس ما عندهم رحمه، ما عندهم ذره انسانيه. نعم. سيد جاسب، أنت كنت قد أخبرتنا أن علي شارك في التظاهرات في بداياتها الأولى مطلع تشرين الأول الماضي، هل كان يشارك باستمرار في التظاهرات؟ وأيضا لو تحدثنا بالتفصيل عن مشاركته في هيئة الدفاع عن المعتقلين التي أشرت لها في بداية هذا اللقاء. نعم، علي واحد من المشاركين في ثورة 1 أكتوبر، وبعد 1 أكتوبر بدأت احتقالات في صفوف المتظاهرين، فهو محامي وعضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين من المتظاهرين. نعم. تشكلت من نقابة محامين نيسان، فكان هو يعني مدافع من ضمن الإخوان المحامين اللي يدافعون عن المعتقلين. نعم، شكرا. يوم 8 هو اختطفوا. نعم، نشكرك جزيل الشكر جاسب حطاب، والد المحامي المختطف علي جاسب حطاب، كنت معنا عبر الهاتف من العمارة محافظة ميسان.